مساوئ سياسة الدعم الحالية، اللي هو إنه مصريات الدعم عم بيروحوا للتجار على أمل إنه التجار يوطوا سعرهم على المواطنين، ومش دائما عم تزبط، وشفناها بالدواجن. ونفس الشيء بالمازوت مثلا، أنا اليوم إذا بدي أروح أعبي مازوت مدعوم يقولوا لي ما في مازوت. السلع الغذائية ذات الشيء، إذا بدي أروح أنا أشتري السلع الغذائية المدعومة بيقولوا لك خلصوا مقطوعين. بنرجع بنتفاجئ انه عم بيبيعون اغلى من تحت الطاوله بالسوق السوداء، ما هيك؟ وبالتالي اموال الدعم بطريقه الدعم الحاليه مش عم توصل للناس اللي مفترض توصلهم. مشان هيك اليوم عم ينبحث جديا بتعديل اليه الدعم، بمعنى انه بدل ما اعطي هالمصاري للتجار، ليش ما بعطي المصاري مباشره للمواطن؟ يعني اليوم انا بعمل ديبت كارد بطاقه، ما هيك؟ بشرج له للمواطن مبلغ مصاري اول كل شهر لكل الشعب اللبناني، بيروح بيقدر يشتري فيها مازوت، بنشيل الدعم عن المازوت، بصير المازوت اغلى، بس ما انا عم بعطيه مصاري اللي كنت اعطيها قبل على الدعم، عم بعطيها للمواطن كرمال اسمح له يشتري دواجن وخبز ومازوت وغيرها من السلع اللي حاليا مدعومه. هيك على الاكيد بيكون المواطن عم يستفيد من الدعم بدل ما تروح على محلات ثانيه.